السلام عليكم، مساكم الله بالخير. برد والله، الواحد ما يقدر ينزل من السيارة. سبعة وثمانين متر أو 88، خلوها 90 يا جماعة علشان خاطري. اليوم ما اقدر انزل من السيارة، والله حتى تصوير ما فيه. اسمعوا الهواء، هواء وبرد غير طبيعي، درجة حرارة 9 الان احنا العصر. ابى اجرب ارمي مع ان الهواء جاي من اليسار، ابى اشوف كيف هذا على المسافة هذه. حلوة هذا على هذه، ها. نقول بسم الله. والله ما ادري انتم بتشوفون ولا لا، لكن بحاول اكبر. والله ما هي لحية كاميرا. مش كمان اتابع الجوال ولا اتابع ذا. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، ما ادري سمعتم صوتها فيه ولا لا. هذه طبعا سيراميك، والله ما ادري صوتها فيه ولا بدنية. انا قامت تشكل. بسم الله. ايوه والله هواء يا الربع. بس قلت اجرب. هواء من هنا، من هنا، من يسار. هواء من هنا يسار. برد برد والله، شديني يا ساتر. بنروح نشوف، لكن ما شاء الله 90 متر، والله انه طيب مع الهواء هذا. وماسك لي حاجتين، ارمي بيد. قل وانت قوي يلا. يسعدكم. وهذه البلاطة طبعا شبر، أقل من شبر. نشوفها. لا إله إلا الله. طبعا اللي يعتقد أني حاط ليزر، لا والله ما حطيت ليزر، هذا قالبه بس حاطه كثقل. هذه البلاطة، هذا اللي ينكسر منها. ما شاء الله تبارك الله، وافلح من ذكر الله. هوا هوا والله يا اخوان، هوا. شوفوا بوجه العدو، شوفوا شيء شيء شيء. الله المستعان. طبعا لاجل تكونون بالصوره، هذا الهوا، لاحظوا 15. شفتم كيف؟ 16 بعد. هذا الهواء، هواء قوي والله، وبرد برد.